سنة وانتم طيبين. والنهاردة بقى تاني يوم رمضان، عندنا بقى طبعا اكيد عزومة، عايزين نعمل وجبة حلوة تكون مشرفة كده على سفرة رمضان. النهاردة انا عارفة ان ناس كتير جدا بتحب تعمل العكاوي بس بتخاف من الزفارة بتاعتها او مش بتعرف تظبط السوا بتاعها. النهاردة هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا تسهل عليكم السوا، اللي بياخد ساعتين وثلاث ساعات في الفرن، وازاي نعملها تقعد بس ربع ساعة في الفرن. هنعملها كلها في حلة على النار وبس تقعد من ربع لتلت ساعة في الفرن، تاخد ريحة الفرن وتتسبك كطاجن. وهعملها كمان بطريقة تكون فيها بهارات خفيفة، مش عايزاها تكون غامقة، مش عايزة يكون فيها صلصة كتير، عايزاها تكون هادية لحد الآخر كده يطلع لونها لذيذ جدا مع بصل أو ما يكون حلو جدا. يلا بينا نقول المقادير مع بعض. عندي عكاوي بقري متوسطة الحجم، وعندي بوكي جارنيه اللي هما بتوع السلق، بستخدم حبهان، مستكة، ورق لورا، ماء مغلي، طماطم، بصل، كرات، جزر. بتبل العكاوي بإيه؟ بكرات، كرفس، ملح، فلفل اسود، جوزة الطيب، سبع بهارات. بعمل الصوص بتاعها بصلصة طماطم، عصير طماطم، بحط بصل قوارمة وده حاجة اختيارية ممكن تتبدل بالبطاطس، عندي سمنة ودقيق.